هيا بنات واحلى بنانين شيرو في الدنيا دي كلها. فيديو النهارده بقى يا بنات زي ما مكتوب في عنوان الفيديو بالظبط، هنعمل النهارده مع بعض روتين اسبوعي للبشره، من سكراب للبشره وماسك للبشره عشان خاطر نجدد خلايا بشرتنا وكمان نهتم بالبشره بتاعتنا. وطبعا الروتين ده مناسب لجميع الاعمار. اهم حاجه ان انت ما يكونش عندك حساسيه من اي مكون من المكونات اللي هنستخدمها في الفيديو بتاع النهارده، فما تجريش الفيديو عشان ما يفوتكيش اي حاجه في الفيديو ده، لانه من الفيديوهات الحلوه قوي اللي انتوا دايما بتحبوها وبتطلبوها مني. وكمان ما تنسوش تحطوا لايك، ولو انت جديده معايا في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا بقى بسرعه نبدا الفيديو. عايزه اقول لكم يا بنات ان من احلى حاجه فعلا انا بحبها في حياتي وهي الروتين الاسبوعي بتاع بشرتي. مش عايزه اقول لكم انا بحب اعمله قد ايه. فطبعا قبل ما نبدا اي حاجه في البشره بتاعتنا لازم بشرتنا تكون نظيفه كويس قوي. فانا اول خطوه هعملها في الفيديو ده قبل ما خالص ابتدي بقى في السكراب والماسك، ان انا هشيل اي حاجه في وشي، سواء كان من مسكرة من كونسيلر من تنت من اي حاجة في وشي خالص قبل ما اغسل وشي. دلوقتي يا بنات دي القطنة، طبعا مسحت كل اللي في وشي زي ما انتوا شايفين، المسكرة اللي كنت حطاها على وشي، اي حاجة في وشي خالص، فانا مسحت وشي كويس جدا. هقوم بقى دلوقتي اغسل وشي كويس قوي بالغسول بتاعي عشان بشرتي تبقى نظيفة جدا قبل ما نبتدي اي حاجة في البشرة. فاروح اغسل وشي بسرعة وارجع لكم بسرعة. وجيت يا بنات بعد ما غسلت وشي كويس جدا بالغسول، هبدأ بقى دلوقتي ايه، اجيب المنديل وابدأ انشف وشي كويس قوي. الخطوة دي مهمة جدا جدا قبل ما تعملي اي حاجة في بشرتك عشان تلاقي نتيجة حلوة قوي. لكن لو عملتي اي روتين لبشرتك على بشرة مش نظيفة هتسببي لنفسك مشاكل كتيرة قوي. مهم جدا ان احنا نهتم بنظافة بشرتنا ونتأكد ان البشرة بتاعتنا ما فيهاش اي اثار مكياج او اتربة او اي حاجة ممكن تدخل جوه مسامات بشرتنا واحنا بنعمل لها ماسك او سكراب يا بنات. دلوقتي بقى يا بنات بعد ما غسلنا وشنا ونشفناه كويس قوي وتأكدنا ان بشرتنا نظيفة وما فيهاش اي حاجة خالص ولا فيها اي مشاكل، فالعنصر بتاعنا اللي هو الشوفان، ماسكنا وسكربنا النهاردة هيكون من حبيبات الشوفان، لانها حلوة جدا جدا للبشرة سواء عملت منها سكراب او عملت منها ماسك. فهنعملها ازاي بقى يا شيرو؟ اول حاجة هنجيب الشوفان بتاعنا وناخد منه شوية، لو الشوفان طبعا محبب كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين يا بنات هنجيب كبة الخلاط بتاعتنا، وطبعا انا عملت فيها قبل ما ابدأ الفيديو، هنحط فيها شوية من الشوفان وتبدأي في خطوات السكراب، ان انت يا دوبك بس ايه لفة او لفتين بالظبط عشان يبقى خشن معاكي ومحبب كده، او تضيقيه بايد الهون باي حاجة احنا عايزين في السكراب القوام بتاعه يبقى محبب كده شوية. لكن لما هنيجي نعمل بيه ماسك لازم نطحنه كويس جدا عشان يبقى ناعم قوي. طبعا بقى دلوقتي يا بنات انا هاخد شوية صغيرين من الشوفان ده اللي هو السكراب، يا دوبك كده فيما يعادل معلقة، مش هحط الكمية دي كلها اهو زي ما انتوا شايفين، سبت شوية. هاخد بقى الكمية اللي فاضلة دي وهحط عليها شوية من زيت الزيتون. كمان يا بنات هجيب عسل النحل وهحط فيه ما يعادل معلقة برضو كده من عسل النحل، يا دوبك بس كده، حلو قوي بصوا اهو. هبدأ بقى يا بنات اعمل كده الميكس اللذوذ بتاعي واقلب المكونات دي كلها كده مع بعض عشان تختلط مع بعض. حاسة ان انا محتاجة تاني احط شوية من زيت الزيتون، فهحط شوية من الزيت عشان انا ما حطيتش كتير، انا دايما بحط الحاجات دي بالتدريج اهو. فبقى القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، حتى الحبيبات اللي فيه اعتقد انها ظاهره لكم. يعني هبدا بقى كده يا بنات اجيب مناديل، اتعلمت من اخطائي صراحه. بقيت اخاف على هدومي جدا لان ابتديت احس ان انا الملابس بتاعتي كلها اتبهدلت بسبب الماسكات والزيوت، ما بقتش مستغنية عنهم صراحة. هبدأ بقى اجيب
السكراب اللي انا عملته واخده كده واحطه على وشي واعمل سكراب في حركات دائريه. قولنا بقى فوائد السكراب ايه يا شيرو؟ اولا يا بنات بيزيل خلايا الجلد الميت اللي على سطح البشرة، الخلايا الكيراتينية اللي بتسد المسام وبتطلع حبوب تحت الجلد ومشاكل كتيرة قوي في بشرتك، بيفتح البشرة، بيفتح البشرة، بيشيل اثار الشمس، التسبغات، توحيد اللون، بيدي نضارة، بيجدد البشرة وبيجدد الدورة الدموية. فحلو قوي ان احنا نعمل كل اسبوع سكراب لبشرتنا عشان نجدد خلايا بشرتنا، نزيل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، نمنع تراكم خلايا الجلد الميت. كل الحاجات دي بتأثر على بشرتك، فعشان كده حلو قوي ان احنا كل اسبوع نعمل سكراب لبشرتنا. كمان يا بنات ما تنسوش تعملوا معاكم منطقة الرقبة وتتعاملوا معاها معاملة البشرة. في بنات كتيرة قوي بتنسى تهتم برقبتها وده بيسبب لها مشاكل كتيرة قوي، برضو التجاعيد اللي بتظهر عليها بدري، غمقان الرقبة عن الوش، عدم اهتمام، لان انتوا بتنسوا تهتموا بالرقبة بتاعتكم كمان. فمهم قوي ان انت برضو كل اسبوع تعمل لها سكراب وماسك عشان تهتمي بيها. دلوقتي يا بنات بعد ما عملت اسكراب لبشرتي في دقيقة او اقل من دقيقة كمان، وركزت قوي في حوالين الانف وكمان حوالين منطقة الفم، وعملت كمان الاسكراب على شفايفي وعملت منطقة الرقبة، هروح بقى دلوقتي اغسل بشرتي بمية فترة وارجع لكم عشان نجهز الماسك مع بعض. وغسلت بشرتي يا بنات، وبجد مش عايزه اقول لكم فعلا لما بنعمل السكراب كده بتحس ان بشرتك بتتنفس، بتتجدد، بيجري فيها الدوره الدمويه، احساس حلو قوي. انا دايما بحسه لما بعمل السكين كير الاسبوعي، هبدا انشف بشرتي بعد السكراب من الميه اللي عليه. دلوقتي بقى يا بنات هعمل مع بعض، دلوقتي بقى يا بنات هعمل كمان الماسك لبشرتي وهيكون برده من الشوفان، بس بقى ايه، انا طحنت كويس جدا دقيق الشوفان، خليته ناعم قوي، ما خليتش بقى ايه في حبيبات، لا زي ما قلت لكم خليته ناعم قوي عشان انا هعمل بيه ماسك على بشرتي. فهجيب البتاعه، العلبه، اي حاجه هعمل فيها ماسك، وهاخد معلقه من الشوفان وكمان هحط معلقه، يعني حطيت معلقتين من دقيق الشوفان، وهجيب كمان معلقه من النشا. انا عايزه كده ماسك يبقى تفتيح ونضاره وازاله الغمقان بتاع المصيف وكل حاجه وكل حاجه. وهجيب كمان حليب بودر، انا بستخدم نيدو، هاخد برضو معلقه، معلقه حلوه قوي كده اهو من حليب البودر، هحطها على المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين. هتبداي بقى تخلطي المكونات دي كلها يا اما بزبادي او بمية ورد، انا عشان ما عنديش زبادي دلوقتي فانا هخلطها بمية ورد، وانا الاتنين كويسين جدا معايا، فهحط شوية من مية الورد، وطبعا هحط بالتدريج واقلب عشان لو احتجت احط تاني، ما احتجتش يبقى خلاص. ولو هتعمليها بزبادي، معلقة زبادي حلوة قوي على المكونات دي كلها. يلا بينا بقى ايه نوزع الماسك كده على بشرتنا ونسيبه لحد ما ينشف خالص. هبدا كده اخد الماسك وابدا احطه على وشي. فوائد الماسك ده ايه بقى يا شيرو؟ تفتيح البشره، ازاله التسبغات، توحيد لون البشره، تفتيح البشره من اشعه الشمس الضاره، اعطاء النضاره للبشره، ترطيب، نعومه. اهو يا بنات بعد ما وزعت الماسك على رقبتي وعلى وشي والكميه كلها خلصت، هسيب بقى الماسك ده على وشي لمدة 25 ل 30 دقيقة لحد ما الماسك بينشف خالص على البشرة،
وارجع لكم اوريكم النتيجه مع بعض. ورجعت لكم يا بنات بعد ما الماسك نشف جدا على وشي، وعايزه اقول لكم مش عارفه اتكلم لان الماسك شادد جدا على البشره، ومن الماسكات برده كمان اللي بتشد البشره وشادد منطقه الرقبه. طبعا زي ما انتم شايفين الماسك نشف خالص كله على وشي اهو. هبدا بقى دلوقتي اروح على الحمام، هفركه الاول بايدي كده يا بنات، وبعد كده اشطف وشي كويس قوي، فهرجع لكم بعد ما اغسل وشي. دلوقتي يا بنات اهو بعد ما غسلت وشي من الماسك، مش عايزه اقول لكم بشرتي قد ايه فيها نضاره، فيها نعومه، مبسوطه قوي. هبدا بقى ايه انشف بشرتي كويس قوي كده بعد الماسك ده. اهم حاجه ان احنا ننشف بشرتنا كويس قوي. الله الله بجد بشرتي كده بصوا رجعت لها الحياه، النضاره. لا 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 لا، قوموا قوموا يا بنات اهتموا ببشرتكم، ما تكسلوش، لازم كده دايما تهتموا بنظافه وترطيب بشرتكم عشان تحافظوا عليها. في الاول وفي الاخر بشرتكم كل ما تهتمي بيها، كل ما تطولي فتره ان يحصل لك فيها اي مشاكل، تجاعيد، شيخوخه مبكره، كل الحاجات دي. دلوقتي بقى طبعا يا بنات هجيب شرايح الخيار واحطها تحت عينيا عشان ارطب منطقه العين، فانا هحطها بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين، وهقعد لمده 10 ل 15 دقيقه حطاهم كده على عيني عشان احافظ على برضو ترطيب منطقه العين، الهالات السوداء، كل مشاكل حوالين منطقه العين. وطبعا انا مش هقعد سندها كده، انا هرجع راسي لورا بالشكل ده وهسيبها وهشيلها بعد 15 دقيقه. وهوبا دلوقتي يا بنات انا شلت الماسك، هقوم بقى يا بنات اشطف وشي بميه بارده وارجع لكم. دلوقتي يا بنات بعد بقى ما غسلت وشي بميه بارده عشان اقبض المسام بتاعه بشرتي، هجيب التونر بتاعي ده اللي انا عاملاه يا بنات. لو عايزين الفيديو قولوا لي في التعليقات. هبدا اخد التونر وارشه على وشي كده. الله 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 الله. بعد ما حطيت التونر على وشي يا بنات هنبدا بقى نحط السكين كير بتاع بشرتنا، المرطبات، من مرطب البشره، مرطب تحت العين، مرطب الشفايف، السيروم بتاع بشرتك، حطي بقى السكين كير كله بتاع البشره بتاعتك. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده من الروتين الاسبوعي للاهتمام بالبشره بتاعتنا. ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم جدا وبس والله.